الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسجد القبلتين أو مسجد بني سلمة هو المسجد الذي تم فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، سمي بذلك لأنه صلى فيه بعض صحابة رسول الله صلاة واحدة نصفها ركعتين إلى بيت المقدس والنصف الآخر ركعتين إلى مكة عند سماعهم وهم في الصلاة بنزول آية تحويل اتجاه القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتوجه إلى الكعبة. يقع هذا المسجد على الذاهب في نهاية شارع سلطانة أبي بكر الصديق أن يدخل يسارا بعد التقاطع في شارع خالد بن الوليد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الحال وحسن الختام، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير، والحمد لله رب العالمين.